ثورة ضد الظلم والاستبداد، حيث ضحى الإمام الحسين بدمه من أجل الدين ومن أجل عدم حكم الفاسدين في أمور دولة الإسلام. الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل الإصلاح، والإمام الحسين عبرة لكل المجتمعات، والإمام الحسين إمام إنسانية خرج من أجل الإصلاح، وإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم قام ثورة خالدة لأجل الإنسانية. لو أردنا أن نتكلم عن الدروس التي هي في يوم عاشوراء وفي كربلاء حصلت، هي كثيرة، منها درس الإخاء، درس التضحية، درس الإيثار الذي نجده قد جسده الإمام العباس سلام الله عليه في الدفاع والذبح عن نصرة أخيه أبي عبد الله الحسين. الثروة الحسينية سلام الله على الإمام الحسين تمثل لنا هي الأباء والأسرار ضد الطغيان والكفر، وهو الإمام الحسين منهج، وإحنا نتخذ الإمام الحسين كمنهج، يعني إنه الأجيال والجميع إنسان يدافع عن الحق. بالنسبة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والمدرسة مالته مدرسة عميقة وبعيدة الأطوار، يعني هي بالنسبة بها العلم والفقه والدين والشرع وكل الأمور اللي تحوط بها، حتى من باب الجهاد شارك بها أشكال، يعني الشايب والشاب والطفل الرضيع، يعني كله من أجل المدرسة، وهاي هي مدرسة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون درس وعبر إن نتخذها. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو ابن النبي الأعظم، يقول لهم أنا رسول الله، أنا دمه ولحمه وفكره وعلمه، أنا جزء لا يتجزم رسول الله. هم رادوا يستهدفون الحسين مو لأنه الحسين، لأنه حام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الشاعر لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان اليوم الطف يكفينا، يوما نهضنا كأمثال الأسود بي وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا بسبعين ألفا سل بقيتهم هل قابلونا، وقد جئنا بسبعينا وقد جئنا بسبعينا. خلود الثورة الحسينية كل الأديان السماوية نشوفها تموت بموت أنبيائها، فالمسيح والنبي عيسى نبي المسيح، تشوف ديانته انتهت موت النبي مالته، لكن الثورة الحسينية نشوفها خالدة دائما. ليش؟ لأن بالبداية أكو ثورة أو شعلة قوية أشعلها الإمام الحسين، هاي بدت عندنا بالبداية، والناس تنظر لمن؟ تنظر إلى الأمام، تنظر إلى الأمام، تنظر إلى الأمام لوجود المهدي المنتظر الإمام عجل الله فرجه.